رجال شرطة نيويورك أتوا إلى البقاع الطاهرة ملبين مؤدين نسك الحج في هذا العام وسط أجواء روحانية إيمانية وأعين ساهرة تعمل لراحتهم. شعور عظيم أن أعيش هذه الحياة التي أصبحت حقيقة لي خلال تواجدي في المشاعر المقدسة، ونشكر الله عز وجل أننا هنا لأداء مناسك الحج، وجهود رجال الأمن في تسهيل الخدمات لنا كان رائعا جدا، وتعتبر هذه أول مرة أؤدي مناسك الحج فيها، وأسأل الله أن يتقبل حجنا. الحس الأمني لفت أنظارهم في مشاهد إنسانية عدة وتنظيم أمني مقنن في خدمة الحجاج، تبادل الخبرات والتجارب الأمنية مع رجال الأمن بروح أخوية. والله الحمد لله رب العالمين، ربنا أكرمنا أن احنا جينا قضينا مناسك الحج السنة دي. الموسم السنة دي كان أكتر من ممتاز. احنا بنبص لي من الناحية الأمنية والناحية التنظيمية بسبب شغلنا في شرطة نيويورك، وكان التفويج شيء غير عادي السنة دي، منظم وما فيش تدافع والناس كلها كانت مبسوطة. الملحوظات الجميلة ان العساكر والضباط كلهم كانوا بيؤدوا الخدمة بابتسامة جميلة. ما شاء الله، والله جينا هون على الحج وكل الأمور كانت ميسرة من المطار حتى وصولنا إلى مكة، وبحب أشكر رجال الأمن الموجودين في كل مكان وما شاء الله عنهم وفرونا الأمن والسلام. يعني بس مجرد مشيك بالشارع ولما تشوف رجال الأمن منتشرين في كل مكان تشعر بالأمن، وبنفس الوقت بنشوف الابتسامة على وجوههم هم بيقدموا المساعدة لكبار السن ولكل الموجودين هون، فبتشعر إنهم من قلبهم قاعدين بيعملوا بهالعمل. ما شاء الله، الله يحفظهم، وإن شاء الله بندعو لربنا إنه يحفظ هذا البلد ويظلوا آمن إن شاء الله. رحلة الحج هي قصة إيمانية ستبقى عالقة في شريط الذكريات، وكل لحظة عاشوها في المشاعر المقدسة بين دعوات وعبادات رسمت أجمل اللحظات الروحانية. أتوا من الولايات المتحدة الأمريكية يحملون معهم رسالة حب وسلام، وها هم يقضون نسكهم بأمن وأمان سائلين المولى أن يتقبل منهم. نادر العتيبي، الإخبارية، مشاعر منى.